السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف السادس الأدبي الكرام، عندنا درس جديد في مادة الرياضيات، وهو من الدروس السهلة والبسيطة جدا، وهو درس مبدأ العد الأساسي. مبدأ العد الأساسي، ناخذ هذا المثال البسيط ونشوف شلون طرق حله. مبدأ العد الأساسي أنه أعلن، مثلا هذا المثال أعلن صاحب لمحل بيع الدراجات الهوائية أنه يوجد لديه 5 أنواع من الدراجات، وكل نوع 3 أحجام، ومن كل حجم 6 دراجات، فما عدد الدراجات في المحل. عندما يجيك سؤال مباشرة، أنت شو تسوي؟ تضرب 5 × 6 × 3، 5 أنواع × 3 × 6، أو تسوي مخطط الشجرة. يعني مخطط الشجرة مو مطلوب من عندك، لكن لي فهمك إنه شلون صارت. عدة 3 أحجام، حجم صغير ووسط وكبير، هذا النوع الأول على 5 أنواع، إضافة إلى أنه 6، فمن راح أضرب عدد الدراجات راح يصير 5 × 3 × 6، يطلع لي 90 دراجة. نأخذ مثال شوية، مثال هنا أيضا هذا من الأمثلة شوية مهم يعني باعه. إذا كانت لدينا الحروف ألف باء جيم دال هاء زاي، أحسب عدد الحروف، إيش قد 6 حروف، وأنا أريد أكون كلمة مكونة من 4 حروف، فش أسوي؟ الكلمة الأولى بما أنها مكونة من 4 حروف، راح أسوي أني راح أختار ما يسمح بتكرار عدد، فبما أنه لا يسمح بتكرار الحرف، فراح يصير الحرف الأول 6 6، الحرف الثاني راح يصير 5، لأن على اعتبار أنه الحرف الأول أخذ 1 بقن 5، الحرف الثالث الحرف الأول والثاني أخذوا حرف بقوا 4، والحرف الرابع يصير 3، لو يسمح بتكرار العدد يصير الحرف عفو يصير 6 6 6 6، فمن أضرب 6 × 5 × 4 × 3 يطلع لي 360 كلمة. أيضا ناخذ بعد شوية مثال أوضح وشوية بي، هذا المثال من الأمثلة المهمة جدا. يقول بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مكونة من 4 مراتب. شوف هنا ما محدد لي يعني مئات أو ألوف من البداية، فأبدأ بالأحاد 4 مراتب، أحسب الأرقام 1 2 3 4 5 6 7، 7 أرقام عندي تكرار مسموح والتكرار غير المسموح. خلينا نشوف التكرار المسموح، التكرار المسموح لنا 7 أرقام، فيصير الأحاد 7، العشرات 7، المئات 7، الألوف 7، فراح أضربهن 7 × 7 × 7 يساوي 2401. بالمناسبة إذا الطالب غلط فقط بالناتج ينقصه بالوزاري درجة واحدة فقط. عندنا التكرار غير المسموح هو راح يصير 7 × 6 × 5 × 4، 7 × 6 × 5 × 4 لأن غير مسموح، 7 الأحاد أخذ الأرقام كلها، العشرات راح يأخذ أقل من الأحاد لأن 1 أخذ الأحاد، والمئات والألوف راح يصير 7 × 6 × 5 × 4 راح يطلع لي 840. نجي إلى مثال آخر، يقول هذا هنا سهل. إذا كانت لدى فتاة 6 قمصان مختلفة الألوان و7 تنورات مختلفة الألوان و4 أحذية مختلفة الألوان، مباشرة 6 × 7 × 4 وأطلع الناتج. نأخذ أيضا هذا المثال، يقول بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه من 3 أرقام. شوية سؤال مهم، أقل من 500 أنا محدد لي، فما أقدر أبدي بالأحاد، لازم بمن أبدي؟ أبدي بالمئات. أشوف الأرقام اللي عندي 1 2 3 4 5 6 7، يسمح بتكرار الرقم في العدد نفسه؟ لا يسمح بتكرار الرقم في العدد نفسه. من يسمح بتكرار عدد في الرقم في العدد نفسه، إيش أسوي أني هنا؟ أنا شوفوا أنا إيش عندي؟ عندي المئات، المئات إيش قد أخذها؟ لا يسمح. إيش قد أخذها؟ أخذها 4. ليش أخذتها 4؟ لأن 4 هي أقل من 500، فالأرقام اللي أقل من 500 هي فقط 4 أرقام، واضح؟ فقط 4 أرقام، لهذا أخذ 4. ما يسمح بتكرار العدد هن 7 أرقام، 1 2 3 4 5 6 7، تلقائيا إن الرقم الثاني يأتي ينقص 1 فيصير 6، والرقم الثالث ينقص رقمين عن الواحد الرقم الأول فيصير 5، فراح يصير 4 × 6 × 5 يطلع لي 196. زين، إذا سمح يسمح بتكرار العدد، 4 تبقى ثابتة. ليش تبقى ثابتة؟ لأن قلنا أقل من 500، الثاني راح يصير 7 أرقام، 7 أرقام ويطلع الناتج
4 في 7 في 7 4 في 5 20 120. هنا خطأ بالناتج، هنا خطأ بهذا الناتج، هو يكون 120، يكون 120، يكون 120 هنا، لأن 196. أوكي، هنا خطأ، آسف على هذا الخطأ. نجي على السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه عندنا أيضا مثال يقول كم عدد رمزه مكون، عدد مكون رمزه من 3 مراتب يمكن تكوينه باستخدام الأرقام، الأرقام 1 2 3 4 5 6 7. هنا شوف يكون عدد زوجيا وتكرار الرقم، بالعدد الزوجي تكرار الرقم، وبالعدد الفردي لا يمكن تكرار الرقم، العفو بالزوجي غير مسموح بالتكرار، والعدد الفردي يمكن تكرار الرقم. شوف شلون نحله. بالبداية راح أحل العدد الزوجي. شوف العدد الزوجي، أول شيء إحنا العدد كم مرتبة؟ 3 مراتب، فالأحاد هي 3 مراتب. أني العدد الفردي والزوجي وين ألقاه؟ ألقاه بالأحاد، ما ألقاه بالعشرات والمئات، فلهذا الأحاد تبقى 3 مراتب سواء بالفردي أو بالزوجي. لماذا تبقى 3 مراتب؟ لأن هي 3 مراتب، هو قال لي 3 مراتب، وفقط بالأحاد هو أنا أعرفه فردي وزوجي، ما أقدر أعرفه من العشرات ولا من المئات. أوكي؟ غير مسموح بتكرار العدد، الأعداد جت هن 7، 1 2 3 4 5 6 7، فيصير 6 والمئات 5، ف3 في 6 في 5 يطلع لي 90. الثاني العدد الفردي، العدد الفردي قلنا الأحاد ثابت، بما أنه يسمح بتكرار عدد 7 في 7، لو ما يسمح أيضا يصير 6 بـ5، يصير 6 في 5. إذن عدد الأعداد هي راح يصير 3 في 7 في 7، يصير 196. أعزائي الطلبة لهنا، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.